السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل زمان وفي كل مكان. أنا آسف إحنا بنرجع مرة تانية لفيضانات السودان والتغير المناخي، لأن جات لي معلومات جديدة قلتها في المحاضرة باللغة الإنجليزية منذ يومين، وقلت أما أعيدها مرة تانية في استدراك ليكم، وبعتذر عن التأخير اللي هو حوالي 7 أو 8 دقايق علشان الإنترنت ما كانش شغال كويس. طبعا بالنسبة للشباب أو المشاهدين اللي ما شافوش المحاضرة كلها، احنا هنحط الرابط مع البث المباشر بحيث تخشوا على تشوفوه مرة أخرى. وهمشي سريعا كده في هذه العجالة في كل الشرايح، لكن مش هتكلم عن المحاضرة لأن المرة اللي فاتت خد حوالي 50 دقيقة. المرة دي همشي في عجالة في الشرايح كلها إلى أن نصل للتعديلات الشريحة التانية. طبعا انا بشكر الشباب اللي هم معايا، اللي هو عبد العزيز خاطر واحمد علي واحمد وعلي الشوا على مساعدتهم ليا الشريحه التانية دي. العناصر المحاضره كنت ببص لها ايضا في الرابط اللي موجود تحت الاعلان بتاع المحاضره، اتفضل. وطبعا هنا العنصر الاول واهم العناصر هو التغير المناخي وارتفاع معدلات ثاني اكسيد الكربون في الجو، اللي بيؤدي الى انحباس الارتفاع انحباس الحراري وارتفاع الحراره، واللي هو ارتفاع مياه مستوى المياه في البحار والمحيطات. وطبعا احنا قلنا في الماضي ان 45% من كميه ثاني اكسيد الكربون اللي بتنتج في العالم بتنتجها دولتين مهماش اصلا في مؤتمر مناخي، اللي هي الولايات المتحده الامريكيه والصين. بعد كده دي بعض الايه الأشياء اللي هي موجودة في المحاضرة باللغة العربية، والرابط عندكم بعد كده. ده مبعث ثاني أكسيد الكربون زي ما احنا شايفين اهو في 2019، اللي هو الأحمر ده أو اللي هو القرمزي ده أو البينك ده اللي هو الصين، والأزرق اللي تحت اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية بعد كده. طب ده كل الكلام ده احنا قلناه قبل كده موجود في المحاضرة. ده بالنسبة اللي هو متوسط الانبعاثات العالمية للفرد بتاعت ثاني أكسيد الكربون بعد كده. طبعا بيمتص ثاني أكسيد الكربون اللي هي المياه اللي موجودة في الأنهار والمحيطات والبحار كذلك. ده طبعا التأثير الآخر للتغير المناخي اللي هو واللي بنسميه ازدياد ارتفاع درجات حرارة وارتفاع الرطوبة وارتفاع مستوى المياه في البحر، بيؤدي إلى التغير المناخي اللي هو بيؤدي إلى تكاثر وهجرة الجراد من مكان لآخر. والسودان بتعاني، أو يعني نتمنى إن ما يكونش هجرة الجراد كبيرة عليها دلوقتي بعد كده. طبعا ده بالنسبة اللي هو الجراد والأمن الغذائي بعد كده. كذلك الجراد الأمن الغذائي بالنسبة لمعدلات اللي هي منظمة الغذاء الأغذية والزراعة اللي موجودة في إيطاليا بعد كده. كذلك أيضا تأثير كوفيد. هنا الشريحة دي مهمة جدا اللي هي بتبين في شهر يناير في الصين ازاي المنطقة اللي هي الصفراء والبني دي كانت بتعبر عن التلوث المناخي وازدياد معدلات انبعاث ثاني اكسيد الكربون قبل ما تغلق المصانع في شهر فبراير. وشوفوا الشريحة اللي على اليمين مش موجود فيها اللي هو الصفار لان اغلقت المصانع او توقفت المصانع في هذا الوقت. بعد كده هو هنخش دلوقتي على التعديلات ان شاء الله. ده اول مرحلة بنتكلم عنها تأثير التغير المناخي على اللي هو الفيضانات او التصحر او الجفاف. ده في الصومال موجود، يعني الفيضانات ضربت الصومال وكينيا واثيوبيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان الى اخره، وكذلك غرب افريقيا وكذلك باكستان وكذلك ايه افغانستان بعد كده. طبعا دي العلاقة موجودة ايضا في التغير المناخي. الكلام ده موجود بالتفصيل في المحاضرة السابقة بعد كده. هو
اللي هو يعني كل الكلام ده موجود في الرابط تحت، بس انا مش عايز اطول عليكم المره دي، انا بس عايز اوصل للاستدراك. بعد كده طبعا احنا بنتكلم هنا على عدد المتاثرين في 2019 في السودان، كان 16 ولايه او من 18 و364 الف متضرر و41 الف بيت تقريبا دمر، وتضرر حوالي 28 الف بيت تاني، يعني حوالي 69 الف. اما في سبتمبر في هذا العام فكان عدد المتضررين حوالي 575 557 الف، هنقولها في شريحة اخرى بعد كده. بعد كده في استنتاجات كثيرة احنا حطيناها هنا، هو ممكن تسمعوها في المحاضرة في الرابط تحت. دي المراجع اللي موجودة بالنسبة للتغير المناخي. ننتقل للنقطة الثانية بسرعة، ان في ايضا في فساد اداري، اللون الاخضر القاتم ده اللي هي اكثر الدول محاربة للفساد، واللون البني الداكن ده اللي هي اقل الدول محاربة للفساد. وطبعا ده العالم العربي، بنجد ان اقل دولة محاربة للفساد هي الصومال رقم 180 في القائمة، وفوقيها 178 هي سوريا، وبعد اليمن 177، والسودان اللي احنا بنتكلم عنها اليوم 168، حتى لبنان اللي فيها مشكلة اللي هي بتاعت اللي هو التفجيرات بتاعت مرفأ بيروت في رقم 137 على القائمة. بعد كده دول أسوأ 20 دولة في مكافحة الفساد، دول أحسن 20 دولة. فمن أحسن 20 دولة في مكافحة الفساد، القمة بتاعتهم نيوزيلندا، وبعدين نمرة 20 أيرلندا. أما بالنسبة لأسوأ 20 دولة في العالم في مكافحة الفساد، فيهم 10 دول من دول عربية ودول مسلمة، زي الصومال وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان والسودان والعراق وليبيا وتشاد واليمن وقرغيزستان إلى آخره. فده السؤال هنتكلم عنها. طبعا اصابت اكتر من 17 ولاية من 18 ولاية، هي موجودة زي ما انتم شايفينها هنا هو، واثرت على اكتر من 550 الف نسمة في السودان. دي الخريطة بتاعت الامم المتحدة، دي الاضافة الجديدة اللي انا بتكلم عنها اللي هو الاستدراك. هنجد هنا هو ان العدد فيها ده من يومين، من يومين يوم 8 سبتمبر، النهاردة 12 سبتمبر، من 4 ايام. الإحصاءات بتقول إن 557 ألف من السودانيين متضررين، 56,302 منزل دمروا، ويعني يعني فيهم دمار يعني جزئي أو شبه كلي، و55 ألف فيهم دمار كلي. يعني العدد الأكبر 111,500 منزل ما بين دمار كامل أو اللي هو دمار جزئي. ده في 17 ولاية اللي موجودة حوالينا، من الشمالية لولاية نهر النيل، لشمال دارفور، لشمال كردفان، لوسط لغرب دارفور، لجنوب دارفور، لشرق دارفور، لغرب كردفان، لجنوب كردفان، للنيل الأبيض، للنيل الأزرق، ولاية النيل الأزرق، ولاية سنار، والجدارف، والجزيرة، وكسلة، وخرطوم، البحر الأحمر. يبقى هنا الرقم بتاع الأمم المتحدة 557 ألف من 4 أيام، قد يزداد العدد ده في الأيام القادمة. بعد كده هنا طبعا دي حالة الشاب الناس في السودان وبيعيشوا، زي ما أنا ذكرتها قبل كده في الرابط، المحاضرة كاملة تشوفوها أرجوكم. بعد كده هو هنا بقى في المعيار اللي انا عايز اتكلم فيه بقى، المعياريه. هنجد احنا بنشكر زي ما انا قلت قبل كده في المحاضره من يوم الاربعاء الماضي، بنشكر الرئيس ماكرون ان هو سافر مرتين في خلال شهر، ولكن ما فيش رئيس اخر سافر للسودان في خلال الشهر اللي فات ده، ويعني قام بما قام به اللي هو السيد الرئيس ماكرون من الوقوف الى جانب جائحه مرفأ بيروت. نجد ان السودان وللاسف لم يزورها احد من المسؤولين الكبار، وده اللي هنتكلم فيه بالظبط، وايه تاثير زياره ماكرون على الاستجابه الانسانيه لتفجيرات بيروت، المرفأ في بيروت، وايه عدم وجود هذه الزيارات وتاثيرها سلبا على السودان. اللي بعد كده
الأمم المتحدة عملت زي ما تقولوا ميزانية مبدئية لأنها تحتاج 150 مليون 54 مليون دولار لإغاثة عاجلة، زي ما أنا شايف كده، وهوريكم بعد كده الشريحة. استطاعت في خلال الشهر اللي فات إنها تجمع حوالي 35% من الإيه، من مجموع ال 150 و 154 مليون دولار دول. لكن المؤتمر اللي عمله ماكرون في من أجل التصدي لتفجيرات اللي هو الميناء البحري في بيروت جمعت أكثر من 300 مليون دولار، يعني 5 مرات ونص ضعف اللي جمعته اللي هي الأمم المتحدة لقضية السودان. بعد كده طبعا دي بعض الحلول القصيرة الأمد والطويلة الأمد، يعني اتكلمنا عنها في المحاضرة الماضية، يعني الرابط موجود عندكم. بعد كده هو في 12 حل يعني ممكن تاخدوها بالتفصيل في الرابط. ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو إحصائية الأمم المتحدة، وهنا اللي أنا بأشعر بالخجل الكبير لأن الدول المانحة اللي موجودة هنا على قائمة الأمم المتحدة ما فيهمش ولا دولة عربية، ما فيهمش ولا دولة إسلامية. نجد إن اللي عندنا موجودين هنا الأمم المتحدة زي ما أنا قلت اللي هو مكتب شؤون التنسيق الأمم المتحدة، الأوتشا كان طالب 154 مليون، استطاع إنه يجمع 54 مليون، يعني هم عندهم حوالي عجز قرابة 100 مليون. ده اللي انا اتكلمت عنه في الشريحة الماضية، وده اللي احنا بنتكلم عنه حاليا، وده يعتبر 1/6 من اللي جمعه المؤتمر بتاع بيروت. انا لا اقلل من قضية بيروت ولا اقلل من المجهود الكبير اللي عمله الرئيس ماكرون، ولكن انا بقول للعالم الدولي ليه المعيارية مزدوجة؟ ليه لما نيجي نقول احنا حتى عايزين 150 مليون دولار بالرغم من عدد المتضررين من فيضانات السودان قرابة ضعف عدد المتضررين من اللي هو في انفجار مرفأ بيروت، يعني هناك 350 ألف هنا قرابة 560 ألف من 4 أيام تقريبا. هنا في حوالي 111 أو 112 ألف بيت دمروا تدمير جزئي أو كلي تماما، هناك يعني العدد أقل من هذا بكثير جدا. ومع ذلك المجتمع الدولي لم يعامل السودان بنفس المقدار اللي عامل بيه بيروت أو اللي عامل بيه لبنان، ولتزداد الطين بلة إن المجتمع العربي أو الدول العربية أو الدول الإسلامية لم تعامل السودان بنفس المقدار اللي الدول الأوروبية والأمريكية الغربية اللي هي غير مسلمة عملت بيه قضية اللي هو الاستجابة السريعة لمرفأ للسودان. يعني أنا هجيب الشريحة اللي بعد كده هو طبعا هنا بالنسبة للشريحة دي اللي هو الأرقام اللي على اليمين 12.7 للأكل اللي محتاجينها. لا لا رجعها تاني رجعها تاني رجع رجع ايوه شوف اول رقم هنا هتلاقي الفود سيكيورتي واللايفلهود اللي هو الاعاشه والطعام حوالي 12 مليون ما وصلهوش. التغذيه حوالي 6 مليون ما وصلوش نصهم او حاجه كده. الصحه حوالي 18 مليون وصلوا لثلثينها. الحمايه حوالي 2.8 مليون او لا يعني 17 او 19 مليون وصلوا فقط ل 2.8 مليون. المياه والصرف الصحي كانوا عايزين 13 مليون وصلوا 4 مليون. اللي هو اماكن الاعاشه السريعه كانوا عايزين 8 مليون 13 مليون سوري مش 8 مليون كان عايزين 13 مليون. الامم المتحده وصلت فقط لأقل من مليون. اما بالنسبه للتعليم وبالنسبه للاستجابه السريعه والريكفري وبالنسبه للقطاعات الاخرى وما فيش ما لم يجمع. اقولها مره ثانيه، الامم المتحده كانت عايزه 22 مليون للاكل واللي هو الاعاشه، وصلوا فقط ل 12 مليون، يعني اقل
يعني تقريبا النص. أقبلك. بالنسبة للتغذية كانوا عايزين 22 مليون برضك، وصلوا فقط ل 6.12 مليون. بالنسبة للصحة كانوا عايزين 18 مليون ونص، وصلوا 8.2 مليون. بالنسبة للحماية كانوا عايزين 17 مليون، وصلوا 2.8 مليون. وبالنسبة للي هو المياه والصرف الصحي كانوا عايزين 13 مليون، وصلوا 4.4 مليون. وبالنسبة للإيه لأماكن الإيواء السريعة كانوا عايزين 13.7 مليون، وصلوا لأقل 800 ألف فقط. نشوف بقى الشريحة اللي جاية، واللي هي هتبين لنا مين اللي اتبرع الأمم المتحدة في هذه اللي هم ال 54 مليون دول. الشريحة اللي بعد كده دي اللي أنا بتكلم عليها، وده اللي مزعلني أنا جدا 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 جدا، لأن إحنا كلنا استجبنا. مفيش مشكلة إن أنا أستجيب للجائحة في لبنان أبدا، بالعكس يا رب، بدل ما يبقى 300 مليون يبقى 3 مليار للبنان، لبنان حبايبنا واخواننا وكده. انا بقى بقول هنا الدول التي تبرعت استجابت لنداء الامم المتحده في هذا الشهر الماضي، اولهم واعلاهم تبرع هي بريطانيا اللي هي المملكه المتحده، ودي تبرعت ب 33.5% من الايه اللي هم ما تريد الامم المتحده. بعديها 33 ونص مليون، انا اسف، 33 ونص مليون من الايه من ال 54 مليون. بالنسبه لالمانيا تبرعت ب 6 مليون، بالنسبه للسويد تبرعت ب 5.6 مليون، بالنسبه لهولندا تبرعت ب 4.12 مليون، بالنسبة لأيرلندا تبرعت ب 3.2 مليون، بالنسبة للدنمارك 2.2 مليون، بالنسبة للنرويج تبرعت ب 2.1 مليون، بالنسبة لكندا 1.1 مليون، بالنسبة لسويسرا 1.1 مليون، بالنسبة لإيطاليا 600 ألف، وبالنسبة لكوريا أعتقد تبقى كوريا اللي هي الجنوبية 300 ألف. هنا دي الدول هي اللي استجابت للأمم المتحدة. إحنا مش عارفين موقف الدول العربية ايه، مش عارفين موقف الجامعة العربية ايه، والدول اللي إيه؟ ومش عارفين موقف اللي هو الدول الإسلامية، يعني نظام التعاون الإسلامي في من جهة، والجامعة العربية من جهة تانية، والاتحاد الأفريقي، وقد يكون الاتحاد الأفريقي. لكن في دول من الدول بتاعتنا بتصرف مليارات 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 على حروب في أماكن مختلفة، وهنا بالنسبة للجائحة في السودان لم نرى هذه الدول على خريطة الأمم المتحدة. الأمر الثاني بيزعلني برضك، إن أنا وجدت كتير جدا من الشباب المتطوع زي ما أنا قلت قبل كده، هو راح بيروت. طب ما حدش بيروح الخرطوم ليه؟ ما حدش بينزل كسرى والجداري في سنار ليه؟ ليه بنعمل معيارية؟ يعني ازدواجية في المعيارية ما بين اللي هو المصيبتين. هنا قرابة 600 ألف نسمة عايشين في مية يعني ملوثة، في قد يكون يحصل كوليرا بعد كده، هو أمراض معوية، ملاريا إلى آخره إلى آخره، زائد حوالي 112 ألف بيت مدمر تدمير جزئي أو تدمير كلي في خلال الشهر اللي فات ده. هنا المعيارية، أنا زعلان، زعلان على الشباب، زعلان على كل هؤلاء الشباب. الأمر التاني بيزعلني، وأنا بتكلم مع أحد الناس عشان نعمل لقاء لدعم السودان من يومين، رئيس الجمعية قال لي إن البنوك حذرته من تحويل أموال إلى السودان، ولو حولت مثل هذه الأموال إلى السودان ستغلق حساباتهم. طبعا البنوك أنتوا عارفين أسمائها، وأنا عارف اسمها أكتر من بنك. فين إحنا معيارية اللي هو اللي هو بنتكلم عنها إيه، اللي هو المسؤولية الاجتماعية للبنوك؟ والسودان محاصرة أمنيا واقتصاديا، وحاليا عندها 600 ألف إنسان، 600 قرابة 600 ألف إنسان يعيشون في العراء، والبنوك بتقول لك مش هحول. الأمر التاني اللي مزعلني، وأنا قلته برضك في المحاضرة اللي هي موجودة عندكم في الرابط، إن الموظفين المسؤولين في إدارات تحويل الأموال في بعض الدول العربية متعنتين في تحويل الأموال. أنا مش بقول لكم في بعض الدول العربية الغنية، يعني تتأخر هذه الأشياء كثيرا كثيرا كثيرا. فالواحد زعلان ليه؟ زعلان لأن عندي كارثة،
وبتعامل مع هذه الكارثة بأكتر من معيار. العمل الإنساني ما فيهوش أكتر من معيار. الإنسان هو الإنسان، الحياة هي الحياة، المستقبل هو المستقبل للجميع. السودان خيرها علينا زي ما لبنان خيرها علينا. احنا كلنا اتعلمنا في افريقيا وفي السودان كيف نعمل عمل انساني وعمل تنموي وعمل حضاري، يعني من خلال خبرتنا في التعامل مع هذه الدول بابنائها ومشاكلها ومصايبها اللي علمتنا احنا. فانا اقل ما فيها ان نقف معاهم وما يكونش عندنا معيار اكتر من معيار. يعني احنا واحنا بنشكر اللي هو الرئيس ماكرون على المؤتمر اللي عمله والزيارات، كنا نتمنى ان رئيس تاني. طبعا الرئيس ماكرون مهتم بلبنان لان هي جزء من الايه، من المجموعه الفرنكوفونيه اللي هي بتتكلم باللغه الفرنسيه. طب ما حدش بقى مننا احنا المجموعه العربيه، المجموعه الاسلاميه، المجموعه الانجلوفونيه. الانجلوفونيه بريطانيا اتبرعت ب 33 مليون. لما نبص لمثل هذه الاشياء نجد انه عيب علينا احنا، عيب 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 لمثل هذه الاشياء انها تحصل تحت سمع وبصر الجميع، في حين ان كثير جدا من الدول العربيه تصرف مليارات ومليارات ومليارات على حروب ليس لنا في ليها فيها ليس لهم فيها ناقه ولا جمل. الشريحه اللي بعد كده، طبعا في الشريحه دي نرجع مره ثانيه، هنجد ان في الشريحه دي رجعها ثاني في ان هو لو شوف الاحصائيه على الشمال الدايره دي كلها، هتلاقي المتأثرين بهذا الفيضان حوالي 48% منهم اللي هم من الرجال والشباب، و53% منهم من النساء والبنات. يعني النسبة أعلى عند النساء والبنات. بعد كده دي بعض الحلول طويلة الأمد مش هتكلم فيها لأن اتكلمت فيها قبل كده وأنا ما كنتش عايز أطول النهاردة، بس كنت بستدرك اللي هو الأموال التي جمعتها الأمم المتحدة بعناء والأموال اللي جمعوها لبنان بدون عناء يعني. وأنا أحط الكارثتين في نفس كفتي الميزان وأتعامل معهم بنفس المعيارية. يا رب يا رب يكون يجمعوا للبنان مليار، ويجمعوا للسودان مليار، يجمعوا للبنان 2 مليار، ويجمعوا للسودان 2 مليار. لكن ما ينفعش اجمع للبنان في ايام معدوده 300 مليون دولار واجمع للسودان اقل من 55 مليون دولار اللي هو يعتبر 1/6 مما جمعناه للبنان. اللي بعد كده دي حلول ثلاث امل موجوده في الرابط، وده الخريطه اللي هي بتقول وادي النيل. طبعا كل اللي بيحصل في العالم ده، ارجع بس عشان اوضح للشباب، هو تغير مناخي وانحباس حراري وارتفاع درجة الحرارة وانبعاث ثاني أكسيد الكربون لتعنت دول عظمى ودول صناعية إنها لا تسمع ولا ترى حاجة الناس ومعاناة الناس، يروا فقط مصلحتهم الاقتصادية ومصلحتهم المادية. نحن نريد أن نقف وقفة شديدة وقوية على اللي هو العدل المناخي. العدل لابد ان نعدل مع كيفيه استعمالنا للمناخ اللي هو بنسميه كلايمت جاستس، العدل المناخي، العدل المناخي، العدل المناخي. لان ما حدث في السونامي في ضرب المينا بتاع باندا اتشي في هناك في يوم وصل لنا في سواحل الصومال بعدها بثلاث اربع ايام، ودمر كذلك سريلانكا في نفس الوقت. فالمناخ يعني مش لاننا بنلوث سماء الصين او نلوث سماء الولايات المتحده الامريكيه او اي مكان تاني، هذا المناخ هو يعتبر بالونه مغلقه بتؤثر علينا سلبا بازدياد انبعاث ثاني اكسيد الكربون والانحباس الحراري وارتفاع معدل او اللي هو مستوى المياه في البحر، وده اللي بيؤدي الى التغير المناخي، اما جفاف زي ما احنا بنشوف او امطار او سيول او الى اخره. بعد كده دي طبعا دول وادي النيل كلها اللي هم 11 دوله، ودول بيشتركوا في حوض وادي النيل اللي هم النيل الابيض والنيل الازرق. طبعا النيل الابيض جاي من يوغندا، والنيل الاسود سوري مش اسود، الازرق جاي من اثيوبيا.
بعد كده. وأشكركم جميعا، وأنا آسف إن أنا أطلت عليكم، لكن أردت إن أنا أتكلم على ازدواجية أو تعدد المعياريات التي نتعامل. أنا جات لي ملاحظة أمس مؤلمة جدا، ما كنتش عايز أقولها لكن هقولها، من أخت سودانية قالت لي العملية بقت عملية عنصرية للون الشخص اللي إحنا بنساعده. عيب 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 لدرجة الحرمانية لما الناس يشعروا إنهم أقل من الآخرين. ودي مش أول مرة، تكررت مرات ومرات ومرات ومرات. عيب وعيب وألف عيب. جزاكم الله خير. نتمنى إن أنتم تقفوا مع السودان وتقفوا مع الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، سواء كان الإنسان ده مسلم أو غير مسلم، أبيض أو أسمر، أسود أو أحمر. أي الإنسان هو الإنسان اللي كرمه الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم عليه السلام، مكرم بكل كبد رطب صدقة. يعني صدقتنا لا تذهب فقط ليه؟ لا تذهب فقط لماذا؟ للمسلمين فقط، تذهب للجميع، حتى الحيوانات، حتى الطيور، حتى السباع، في كل كبد رطب صدقة. أما أن نميز ونفرق ونبعد ونرفع ونخفض، لا، لا هو من الإنسانية ولا هو من العدل ولا هو من الدين ولا هو من الإسلام. يا شباب لا تفرقوا ولا تجعلوا ولا تقوموا بما يفرقون بين الشعوب بعضها البعض. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.